ايوه مبروك علينا هذه البداية ومازال مازال، ايوه مبروك علينا هذه البداية ومازال مازال. السلام عليكم. اليوم راني فرحان، يعني تم صبيحة هذا اليوم تدشين أول خط نتاع الهضاب العليا، أول جزء من الخط نتاع الهضاب العليا اللي يقع ما بين محطة تيسمسيلت ومحطة برج بوعريريج، إذن على امتداد حوالي 300 كيلومتر. وهذا خبر صار انتظرته كثير، لأني تابعت كل هذه الأشغال نتاع شبكة سكة الحديدية تاع الهضاب العليا، وللعلم فيه خزوج خطوط، فيه خط يعني شرق غرب تاع الهضاب العليا مزدوج مع الخط الشمالي، وكذلك في خط شمال جنوب، إذا من اتجاه من دية باتجاه توغورتوا إلى غردايا إلى نحو الجنوب، وسوف يصل إلى تمن راست في السنوات المقبلة إن شاء الله. إذا هذه زوج خطوط، كان خط تم تدشينه اليوم بهذا الخط الجديد، وهنا نلاحظ نشوف هنا في الصورة هذه نشوف البرنامج نتاع القطار اللي ينطلق من برج بوعريريج على الساعة 5 صباحا ليصل إلى تيسمسيلت، يعني هنا على 9 صباحا كذلك 4 ساعات، ل يعني قضاء حوالي 300 كيلومتر. وهذا القطار يمشي بسرعة قصوى تاع 160 كيلومتر في الساعة. إذن عندنا هذه المحطات هنا، الانطلاق من برج بوعريريج، مجاز، مسيلة، عين الحجل، بوطي سايح، البيرين، بوصول، شابونية، سيدي العجال، حاسي فضول، بوغارا، ليصل إلى مدينة تيسمسيلت. وسوف يمر من عبر 4 ولايات، وهي برج بوعريريج، مسيلة، جلفة، مدية، وولاية تيسمسيلت. إذن هنيئا لنا بهذا الإنجاز، ونخليكم مع فيديو اللي راح يوضح بصفة مقتضبة هذا الخط هذا. وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. القطار الجديد تيسمسيلت المسيلة برج بوعريريج يدخل الخدمة بدءا من 26 ديسمبر 2022 عبر 6 ولايات و10 محطات. محطة بوغارا بولاية تيرت، محطتي سيدي العجال وحاسف دول بولاية الجلفة، محطتي الشهبونية وبوغزول بولاية المدية، محطة البرين بولاية الجلفة، محطتي بوط السايح وعين الحجل بولاية المسيلة، محطة المسيلة، ومحطة المجاز بولاية برج بوعريريج. رحلة صباحية انطلاقا من البرج باتجاه تيسمسيلت على الساعة 5 صباحا، ورحلة مسائية انطلاقا من تيسمسيلت على الساعة 4:30 مساء ليصل إلى برج بوعريريج، حيث يمكنكم استئناف رحلاتكم إما عبر القطارات الليلية نحو توغورت، تبسة، وعنابة، أو عبر وسائل النقل الأخرى. القطار في خدمتكم، حافظوا عليه، حافظوا عليه، حافظوا عليه.